السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في حصة اليوم غنديرو لا باج 140 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني بريمير. إذا الحصة ديال اليوم غنديروها ديال لا كومونيكاسيون. إذا الهدف ديال هاد الحصة هو اكسبليكي ان فينومين ناتوريل، يعني نشرحو ظاهرة طبيعية. إذا كيف ما كتلاحظوا في الصورة، كيبان لنا هنا مجموعة من الأطفال، هنا واحد الشخصيه ما عرفناهاش شكون هي، كيوقفوا هنا او بور دو لا مير، يعني واقفين على شاطئ البحر، وربما كيتحدثوا على شي حاجه عندها علاقه بالبحر وايضا بالتلوث. اذا كتلاحظوا هنا انبعاثات غازيه سواء من عوادم السيارات او من مخلفات المصانع. اذا هنا انبعاثات غازيه سامه، وربما كيتحدثوا على هذه الانبعاثات والتاثير ديالها على البحار. إذا غادي ندوزو نجاوبو على الأسئلة المرافقة للصورة، من بعد غادي نشرحو الديالوج باش نحاولو نفهمو. إذا هنا السؤال الأول قالنا أوبسيرف ليماج إي غيبون أو كيستيون، يعني لاحظ الصورة وأجب عن الأسئلة. أو سو باس لا سين، يعني هاد المشهد فين كيوقع. إذا هاد لا سين سو باس أو بوغ دو لا مير، إذا الجواب لا سين سو باس أو بوغ دو لا مير. كي بوتيتر لا بيرسون كي طافيك لي زونفون، يعني كيتسائلوا على هاد الشخص شكون هو. قال لك ممكن شنو غتفترض بان غيكون هاد الشخص، واش مثلا استاذ ولا شي باحث ايكولوجي ولا مثلا شي ريسبونسابل مثلا في البحريه الملاحه البحريه. اذا هنا كاينين بزاف الاحتمالات اللي ممكن نقولوا. اذا ممكن نقولوا اي بوتيتر ان بروفيسور، يقدر يكون الاستاذ ديالهم جمعهم، ان ايكولوجيست ولا ان ريسبونسابل. سؤال 3 كي peuvent être ces enfants، هاد الاطفال شكون غادي يكونوا. اذا كيف ما كنلاحظوا انهم مجموعه من الاطفال كياخذوا في ايديهم اوراق او دي بلوك نوت، يعني كيحاولوا يقيدوا معلومات. اذا هادو غادي يكونوا تلاميذ. اذا ils peuvent être des étudiants او لا des élèves. que font-ils ici، شنو كيديروا في هذا المكان، و بوركوا اطون افي، يعني هنا على حساب الراي ديالك شنو كيديروا هنا وعلاش جاوا. بوتيتر يل برين دي نوت، يعني ممكن يكونوا كياخذوا معلومات بور بريباري ان اكسبوزي سور لي زوسيون، ربما كيجمعوا معلومات مجموعه من المعلومات باش يصوبوا واحد العرض على المحيطات. اذا غنمروا للاستماع الى الحوار باش نشرحوه ونحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديالو. اذا هذا هو الحوار ديالنا. اذا غنقراو. pour préparer le projet de classe un groupe d'élèves de la classe de 5e année primaire de l'école El Boustan ont posé des questions à un océanographe sur les des phénomènes naturels. يعني هنا باش يوجدوا البروجي ديالهم دو كلاس، واحد المجموعه من التلاميذ ديال الخامس ابتدائي ديال مدرسه البستان طرحوا مجموعة من الأسئلة على واحد الخبير في المحيطات بخصوص الظواهر الطبيعية. إذن يبدأ الحوار بنبيل. إذن نبيل غادي هو الأول غادي ياخذ دفة الحديث. إذن شنو غايقول؟ سيل فو بلي اكسبليكينو لا فونت دي غلاس، قالي لو سمحت، يعني من فضلك شرح لينا ذوبان الجليد. هنا غنجاوب هذاك لو ريسبونسابل. لا فونت دي غلاس اي تان فينومين ناتوريل، يعني ذوبان الجليد هي واحد الظاهره طبيعيه. لا غلاس فون سو لو سولاي، اذا هنا الجليد كيدوب يعني تحت تاثير الشمس. مي لو بروبليم سو بوز افيك لو ريشوفمون كليماتيك اي سون انفلونس سور لونسومبل دي غلاس دو لا تير، ولكن المشكل كيطرح مع الاحتباس، ظاهره الاحتباس الحراري اللي كتاثر على معظم الجليد ديال الارض. سورتو لا بونكيز دون لي ريجيون تري فخواد دو غلوب، خصوصا في القشره الجليديه اللي كتوجد في المناطق البارده في الكره الارضيه. هنا غيجي الدور ديال ندى، شنو غتقول؟ مي سي كوا لو ريشوفمون كليماتيك سيل فو بلي، قلتي ولكن اشنو واش كيعني هاد لو ريشوفمون كليماتيك، يعني شنو هو المعنى ديال الاحتباس، ظاهره الاحتباس الحراري. سيل فو بلي لو ريسبونسابل غادي يجاوب عليها. سولا فو دير كو لو سولاي ريشوف لا تير، يعني هذا كيعني بان الشمس تدفي او اذا
التنتود في الأرض سي دونك ان فينومين تو تافي ناتوريل، يعني هذه ظاهرة طبيعية. أميناتو مي او لو بروبليم الوغ، قالتلي ولكن في كاين المشكل مادام ان الشمس غير كتسخر الارض، اذا شنو المشكل؟ وقلنا بانها ظاهره طبيعيه، اذا اشنو هذا المشكل؟ لو ريسبونسابل شنو غيرد عليها؟ سي لوغمونطاسيون اكسيسيف انورمال دو لا شالور، اذا قالها هو الارتفاع المفرط يعني اللي فوق طاقه الارض، دو لا شالور يعني هذاك الارتفاع المهول في الحراره à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains. يعني بسبب الطاقات اللي كيستعملها الانسان في الصناعه دون لاندستري، مثلا بحال لو شاربون لو بيترول لو غاز، اذا هادو هما اللي كيسببوا لنا في هذا الاحتباس الحراري. مونير الى فون دي غلاس الوغ، وشنو زعما تسولو قال ليه وشنو السبب ديال باش كتوقع لا فونت دي غلاس؟ يعني حنا عرفنا بان هنا شرح لهم الاسباب ديال لو ريشوفمون كليماتيك، دابا جا الدور ديال مونير باش يسولو على شنو الاسباب ديال لا فون دي غلاس. لو ريسبونسابل غيجاوبو فو ديفي سافوار كو سو ليفي دو لا شالور، يعني قال لهم خصكم تعرفوا انه تحت تاثير الشمس الحراره لا بونكيز سو بريز، يعني هذيك القشره الجليديه كتكسر، لي نيج دي مونطاني فوند، ايضا الثلوج ديال الجبال تذوب، لو نيفو دي زوسيون اوغمونت، وايضا مستوى المياه في المحيطات كيرتفع. جا الدور ديال يتو، شنو غادي تسول حتى هي؟ ياتيل دي كونسيكونس ا تو سلا؟ قالت لي واش هاد الحوايج كامله، يعني هاد لا فونت ديال لي غلاس دي غلاس اولا بالنسبه لو ريشوفمون كليماتيك، واش عندهم شي عواقب؟ لو ريسبونسابل غادي يرد عليها لي كونسيكونس سون نومبروز، يعني كاينين بزاف ديال العواقب. بيرت دي زابيتا بور لوم اي بور لانيمال، يعني الانسان كيفقد المسكن ديالو وايضا حتى الحيوانات او الحيوان. انونداسيون يعني ممكن توقع فيضانات، تسونامي يعني ممكن توقع تسونامي، بغيف سي لو ديريغلومون كليماتيك، يعني هذا الشيء كامل كيؤدي الى اختلال التوازن المناخي. دين تو لي زيليف، يعني التلامذة كاملين غادي يقولوا في خطره واحده ميرسي مسيو بور سي زيكسبليكاسيون، يعني غادي يشكروا هذا الاستاذ على هاد التوضيحات. اذا كان هذا هو الديالوج ديالنا. دين لاحظتوا انه حوار توضيحي، يعني كنلقاو فيه دي زيكسبليكاسيون وكنلقاو دي زيكسبريسيون ديال لي زيكسبليكاسيون. اذا دابا غادي ندوزو باش نجاوبوا على الاسئله. ايكوت لو ديالوج اي ريبون او كيسيون، يعني استمع للحوار ومن بعد جاوب على الاسئله. السؤال الاول كي سون لي بيرسوناج، اذا لي بيرسوناج سون هاد عرفنا شكون هو، عرفناه ان ريسبونسابل ولا ان اوسيانوغراف، وايضا عندنا دي زيليف. اذا الجواب ان اوسيانوغراف اي دي زيليف، اولا ان اوسيانوغراف كي ريبون او كيسيون دي زيليف. اذا ممكن نكتبو غير ان اوسيانوغراف فيرغول دي زيليف. دو كوا بارلتون دون سو ديالوغ، علاش كيهضروا في هاد الحوار؟ On parle de phénomènes naturels liés aux mers et aux océans. إذن هنا كنهضروا على ظواهر طبيعية عندها علاقة بالبحار والمحيطات. Qu'est-ce qu'une banquise؟ شنو هي لا بانكيز؟ إذن لا بانكيز هي ديك القشرة السطحية ديال الماء اللي اللي كتولي على شكل جليد. إذن هي سي دو لا غلاس. إذن هي الجليد. Pourquoi la banquise se brise-t-il ? إذن علاش كتكسر هذيك القشرة الجليدية؟ La banquise se brise à cause de la chaleur. يعني كتكسر بسبب الحرارة. Cite deux phénomènes naturels expliqués dans le dialogue. يعني واحد جوج ظواهر طبيعية اللي تشرحوا في هذا الحوار. إذن هي la fonte des glaces, le réchauffement climatique. يعني عندنا جوج ظواهر اللي هضرنا عليهم. هما لو ريشوفمون كليماتيك و لا فونت دي غلاس. سؤال 6 كيل سون لي زينيرجي يوتيليزي دون لاندستري، يعني شنو هما الطاقات اللي كتستعمل في الصناعه؟ اذا لي زينيرجي يوتيليزي دون لاندستري سون لو شاربون لو بيترول اي لو غاز. سؤال رقم 7 relève des moyens utilisés pour expliquer un phénomène naturel، يعني شنو هما الوسائل اللي كنستعملوهم باش نشرحوا شي ظاهره طبيعيه. اذا لي مويان يوتيليزي، بعض المرات داروا دي ديفينيسيون، يعني عطاونا تعريفات، بحال ملي قلنا اشنا هي
la fonte ديال لي غلاس وعطاونا مثلا ملي شرحوا لنا الظاهره ديال لو ريشوفمون كليماتيك. اذا هنا عطاونا ديفينيسيون ديال كل وحده. اذا الا درنا لا ديفينيسيون ديال شي حاجه شي ظاهره راه حتى هي طريقه باش كنعطيو دي زيكسبليكاسيون. استخدموا ايضا عبارات بحال سولا فو دير كو سي سي دونك فو ديفي سافوار كو اكسيتيرا. Remplace « vous devez savoir » par une expression pour exprimer le réchauffement climatique. Yani hna, vous devez savoir par une expression pour exprimer le réchauffement climatique. Nhaïd, vous devez savoir, on dirait que c'est un moyen de nchercher le réchauffement climatique. Dans le dialogue, vous devez savoir, mais qui n'est pas ديال لو ريشوفمون كليماتيك. يعني ما كاينش في تفسير لو ريشوفمون كليماتيك. عندنا في تفسير ديال لو ريشوفمون كليماتيك سولا فو دير, وهنا عندنا فو دوفي سافوار. اذا كيهضروا لنا على لا فونت دي غلاس. اذا هنا فو دوفي سافوار غنحيدوا هاد فو دوفي سافوار وغنديروا في بلاصتها ساشي كو. مثلا غنديروا ساشي كو وغنكملوا على الجمله. Sachez que, sous l'effet de la chaleur, la banquise se brise, les neiges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Idem en hido, hédi, ou ardo, ou blasha, sachez que, ou le matelen, mon kindro, alchkiltese, ou l'indiro matelen, savez-vous que sous l'effet de la chaleur, la banquise se brise, y'en a tout l'in alchkilso, et. Idem y'a mendiro, sachez que, ou le rendiro, savez-vous que, ou rjoul jumla, interrogative. إذن كان هذا هو أو كانوا هذو هما التمارين الخاصة بالحصة ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.